أيضا بسبب التغيرات الهرمونية نجد أن المرأة الحامل تصاب بجفاف الفم، ومثل ما تحدثنا في الحلقات السابقة اللعاب يعد من السوائل المناعية المهمة التي تقاوم الجراثيم وتحمي اللثة والأسنان والفم بشكل عام. من الظواهر المهمة التي تؤثر على الفم هي التقيؤ التي تشهده المرأة الحامل خلال الأشهر الأولى، ومع الأسف التقيؤ بما فيه من حوامض شديدة التركيز تذيب الأسنان الأم الحامل. نعم. ولا ننسى أنه صحة فم الجنين تبدأ من الأشهر الأولى للحمل. نعم. يعني الغذاء المتوازن للأم الحامل، عاداتها الغذائية والصحية تنعكس بشكل إيجابي أو سلبي على صحة فم الجنين. سؤال دكتور زياد عن ما هي الأمراض، مثل ما قلنا أول ما يعني يصاب به الأم الحامل هي أنه اللثة بسبب التغيرات الهرمونية تبدأ تضعف، فتبدأ نعم تلتهب وتبدأ تنزف دما وتبدأ تصاحبها برائحة فم كريهة. أيضا من الحالات المعنية فقط في الحمل هي ما نسميه بالتورمات اللثة، نسميه الأبيولس في اللاتيني. هذا كلها بسبب التغيرات الهرمونية هذا نعم بسبب التغيرات الهرمونية وبسبب عدم التنظيف. يعني طبعا الأبيولس هي عبارة عن تورم نعم بين ما بين الأسنان في اللثة. نعم. وهذا التورم في أغلب حالاته فقط التنظيف والاهتمام بصحة الفم ينزال بشكل تلقائي. نعم. ولكن إذا ما هذا التورم أصيب بالالتهاب البكتيري أو الفيروسي أو الفطري نجده يؤدي إلى منع الأم الحامل من أن تقضم وتأكل، فنجد أنه يجب أن نزيله وبالتالي يتحول إلى تقرحات الدكتور يؤدي إلى تقرح. نعم تقرح والتهاب. نعم. بسبب التقيؤ تعاني الأم الحامل من ذوبان من الأسنان وتحسس نعم. الأسنان ومشاكلها. نعم. أيضا بسبب الشد النفسي وفي خصوصا خلال هذا الشهر الفضيل وهي الأم الحامل وأمام تتفرغ للتعبد وأيضا أمامها نجد أنه المشاكل مفصل أيضا عدد كبير من الأمهات الحوامل يعانون من هذا المشكل المفصل. نعم. وأيضا تقرحات الفم نجدها تزداد خلال فترة الحمل. طبعا لا بد أن أؤكد في ختام في النهاية أنه صلاحية صيام الحامل يجب أن تقرره استشارية أو أخصائية النسائية والتوليد لسلامة الحامل وكذلك الجنين. نشكر الدكتور عميد على المعلومات القيمة التي ذكرها عن صحة فم المرأة الحامل. نشكركم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا ونراكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.